de formation des ingénieurs et des architectes. تكون لدى قاضي الحماية المدنية صبغة بعض قاضي الحماية المدنية. حماية المدنية تنظم الملتقى الوطني لرؤساء مصالح الوقاية ل 48 ولاية، اليوم المرحلة الأولى والمرحلة الثانية تكون يوم الخميس. الهدف من هذا الملتقى هو يعني إحصاء كل المشاكل اللي راهي على المستوى المصالح الوقاية عبر التراب الوطني، وتقديم التعليمات الجديدة للمديرية العامة للحماية المدنية اللي راهي منبثقة من برنامج الخاص لوزارة الداخلية والجمعيات المحلية والتهيئة العمرانية. الملتقي الأول لرؤساء مصالح الوقاية على مستوى الولايات اللي ندار في مرحلتين، المرحلة الأولى اليوم والمرحلة الثانية يوم الخميس، الذي هدف أساسا إلى الوقوف على ما هي يعني المشاكل التي تعيق عملهم اليومي، على أنهم هما مصالح تقنية بالأساس.